الحاج علاوي من القلوبيه معايا مره تانية. اتفضل الحاج علاوي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ سامح، اتفضل حضرتك على الهواء. حضرتك انا بس بشكر قناه الزراعيه مباشر، لان انا خدت الرقم الساخن بتاع وزاره الزراعه اللي هو بتاع الدكتوره منى محرز، واتصلت بالتحصينات بصراحه. يعني اللجنه من القاهره جات لي قبل لجنه الالويه ما تجيلي، فانا بشكر الدكتور احمد علي اللي هو مسؤول عن الخط الساخن، وبشكر الدكتور طه، وبشكر الدكتور محمد عطيه بطب الالويه. بصراحه يعني قاموا بالواجب معايا، لان كان سم قلعية جات عندي وكنت بطلب من عندنا التحصينات، هنا يقول لي ما فيش وهنا يقول لي ما فيش بمركز كفر سكر، ثم اتصلت بالخط الساخن. بصراحه الدكتور احمد علي يعني مشكورا، بعت لجنه بالدكتور طه ومعاها دكتورة عزب، وجوم هنا وجات لجنه من الالويه، والدكتور محمد عطيه اتصل بيا، والحمد لله تم التحصيل الكلام ده يوم الاثنين، والحمد لله الحاله عندي بقت كويسه جدا. فانا بشكرك وبشكر الزراعه. الكلام ده كان يوم الاثنين الماضي؟ ايوه. وكان في عندك، انت كنت بتشتكي من ايه بقى؟ كنت بشتكي سيادتك، كان حصل عندي حمى قلعيه حاله كانت قبل كده، فطلبت المصل من عندنا من بعض الدكاتره، مفيش مصل، ففوجئت بحاله ثانيه يوم الحد. الحاله الثانيه كانت يوم الحد، بقى عندي ثلاث حالات فمفيش مصل. اتصلت بالخط الساخن بالدكتور احمد علي اللي هو 19561. ايوه 19561 اللي طيب. هو وجم عندك وحصنوا والجيران اخبارهم ايه؟ الجيران جيرانك حصنوا؟ لا كويسين الحمد لله وتم التحصيل. يعني حتى الجيران استفادوا من الحمله لما جت؟ لا حضرتك استفادوا من الحمله، بس انا بشكر وزاره الزراعه بصراحه على اللي عملوه. يعني ربنا يوفقك يا حاج، وان شاء الله يبقى عندك تنميه في الثروه الحيوانيه اكتر من كده، واي خدمه انت محتاجها. بس انا ليه رجاء من سيادتك بالنسبه للثروه الحيوانيه؟ حضرتك احنا بنربي دلوقتي، الاعلاف عماله تطلع بسرعه الصاروخ، يعني هي. ازاي النهارده النخاله اروح اجيبها ب 4300 وفي حين ان الفلاح بيورد الغله ب 3700 تقريبا؟ والله انت بتسال سؤال مهم جدا، احنا بنروح نورد لهم الغله ب 3700 ونرجع نشتريها ب 4300 نخاله. 3670 جنيه بالظبط، ازاي ناخد النخاله ب 4300؟ وده انا هقول لك على حاجه بكل صراحه، في ناس قالت انا مش هروح اورد، انا هاخدها انا هخليها عندي هدشها للمواشي بدل ما ابيعها واروح اشتريها اغلى نخاله. سيادتك دلوقتي انا مش عارف مين الصح مين الغلط، يعني لا دلوقتي هو يعني بص، التنميه في الثروه الحيوانيه ما بتجيش في يوم وليله، هو القطاع الزراعي عموما علشان تحل المشكله بتاخد وقت او بتاخد موسم. سيادتك احنا من شهر 3/2016 والعلف عمال يغلب بسرعه الصاروخ، يعني بسرعه بطريقه جنونيه. دلوقتي احنا طبعا كنا بنستورد الاعلاف من الخارج، وبعد تحرير سعر الجنيه بقى الاستيراد بيمثل عبء شديد جدا على كل مستلزمات الانتاج. سيادتك ده كله انا فاهمه سيادتك، ما هو انا الحل يبقى ايه؟ ما انا عايز احنا دلوقتي النخاله دي محلي ولا مستورد؟ محلي سياده. ايوه. يعني ازاي سعر الذره 3900 بيتراوح من 3700 ل 3900 والنخاله اجيبها ب 4300؟ الذره بستورده، النخاله انا بستوردها سيادتك؟ انت بتسال على نقطه مهمه، بس دي ليها نظام علشان الطحن وعلشان التعامل مع التموين والمطاحن، فبيؤدي الى سعر ارتفاع النخاله. بس في نقطه انا عايز اوصلها لك. انا مؤيد كلامك، انا مؤيد كلامك وعارف ان الكلام اللي انت بتقوله صح. الحل يجي ازاي؟ الحل اولا لازم وزاره التموين يتم مراجعه عمليه الطحن داخل المطاحن علشان نشوف الرد اللي الفلاح كان بياخدها وليها دعم علشان يغذي بيها المواشي بتاعته بقى سعرها مرتفع اكتر من الغلة. كنا احنا بناخد الموضوع ده زمان، كنت بروح اقدم الحيازه الزراعيه بتاعتي بروح المطحن اجيب منه. أيوة. دلوقتي لغوا الحاجات دي. النقطه الثانيه ان في اجراءات النهارده بتقوم بيها وزاره الزراعه عشان تفعيل الزراعه التعاقديه في الذره، والحمله القوميه عندها المستهدف 1.5 مليون فدان لهذا الموسم. احنا علشان سعر الاعلاف يستقر لازم يبقى في زياده في المزروع، وده دور الفلاح ودور الدولة في نفس الوقت. الراجل اللي يزرع يلاقي جهة تاخد منه المحصول بتاعه بسعر مناسب، يبقى ليه هامش ربح، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نتوسع في المساحات لان خلاص المزارع هيبقى مطمن.
احنا بنتابع ملف الزراعة التعاقدية واول باول بنبلغ حضراتكم بيه، لكن هي مرحلة احنا كلنا بنمر بيها. كلامك كله انا موافق عليه، وبشكر حضرتك الاستاذ او الحاج عليوة من الأيوبية، ولو اي حاجة انت محتاجها انت عرفت رقم الخط الساخن. انت رقموا لك الماشية بتاعتك ولا لا؟ اترقمت حضرتك. كويس، ترقيم وبقى لك بطاقه وتقدر تتابع بقى التحسينات كلها. حضرتك طيب. بطايق وكل حاجه. بشكرك يا حاج عليوة، رسالتك وصلت. بشكر حضرتك. هو الحاج عليوة بيتكلم بيقول انا لقيت خدمه بيطريه ودي لاول مره بحس بيها، لكن بيقول لي سؤال بديهي جدا، ازاي انا النهارده باخد الرده اغلى من الذره اللي انا بستوردها واغلى من الغله اللي انا بوردها؟ يعني الرده اللي كنت زمان بروح بالحيازه بتاعتي باخد الرده اللي انا محتاجها للمواشي، النهارده بقت اغلى من اي مدخلات انتاج في الاعلاف.